الدرون الانتحاري شاهد 136. لماذا يعتبر هذا الدرون صفقة رابحة من حيث السعر؟ هذا هو صاروخ كاليبر الروسي الذي تبلغ تكلفته 1 مليون دولار، بينما صاروخ توماهوك يكلف 2 مليون دولار، بينما يكلف الدرون الإيراني شاهد 136 10 إلى 20 ألف دولار فقط. عندما يتم إطلاقه في مجموعات يكون خطره أعظم وتقل نسبة إسقاطهم جميعا، مما يجعل المنشآت والمناطق الحساسة في خطر. سنتعرف في هذا المقطع على طريقة عمل هذا الدرون ومراحل تشغيله والطرق التي يتم استخدامها لمحاولة إسقاطه. هذا هو الدرون الانتحاري الإيراني شاهد 136، أو كما يسمى بدرون الكاميكازي. أما عن خصائصه، يبلغ طول هذا الدرون حوالي 3.56 متر، وامتداد أجنحته يبلغ 2.95 متر. الدرون يتميز بجناح دلتا يزن قرابة 120 كيلوغرام، وأما وزن الرأس الحربي فيبلغ من 5 إلى 50 كيلوغرام حسب نوع المهمة. هذا درون مزود بمحرك عادي مدني بقوة 50 حصان فقط، وهذا ما يجعل سرعته بطيئة، وهو محرك من أصل ألماني كان يركب على دراجة نارية. لنسمع صوته. وأما عن الجنود الذين سمعوا صوته، فقد قالوا بأنها بدت مثل طائرة ستوكا النازية التي استخدمتها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. ومن المثير للاهتمام أن الألمان طوروا عن قصد صفارات الإنذار لإحداث تأثير نفسي في ساحة المعركة. حسب المعلومات المتاحة، فإن هذا الدرون يستخدم أثناء تحليقه نظام جلوناس الروسي، أو كما يسمى أنتي راديشن سيكر، وهو نظام بديل عن نظام الجي بي اس، يقع في منتصف هيكل الدرون. أما من لا يعرف عن هذا النظام، فهو صاروخ أو درون تم تصميمها للكشف عن مصدر انبعاث لاسلكي للعدو وضرب هدفها، أي التوجه نحوه للقيام بضربة انتحارية. إن الجمع بين تكوين جناح دلتا والمحرك ذي الشقين سيمنح الطائرة بدون طيار مدى 10 كيلومترات. أما عن الجسم الذي يقع أسفل الدرون، فهو يسمى براتو، فعند احتراقه يعطي قوة دافعة تسمح للدرون بالإقلاع. لنلقي نظرة على مراحل عمل الدرون الانتحاري. الخطوة الأولى، الدرون محمول على شاحنة عسكرية عادية فيها حاوية تحتوي على 5 درونات. الخطوة الثانية، الملاحة بالقصور الذاتي. يستخدم الدرون نظام جلوناس الروسي، وهو بديل لنظام الجي بي اس. الخطوة الثالثة، تقوم عبوة تقع تحت هيكل الدرون قوة دفع عند احتراقها، وهذا ما يسمح للدرون ببداية الإقلاع ثم تسقط هذه العبوة. الخطوة الرابعة، يحلق الدرون في سرب مكون من 5 إلى 10 بهدف زيادة نجاح الهروب من أنظمة الدفاع الجوي. الخطوة الخامسة، سوف تطير الطائرة بدون طيار على ارتفاعات منخفضة للغاية، والتي ستجعل إطلاق النار عليهم صعبا، وستعمل الطائرة بدون طيار في سرب. بالإضافة إلى أن هذا الدرون الكاميكازي صغير جدا وله هيكل مركب يجعل من الصعب اكتشافه بمساعدة الرادارات. الخطوة السادسة، عندما تصل إلى أهدافها سوف تغوص الطائرة بدون طيار مع جميع الطائرات 5، أو حتى مجرد طائرتين تسقطان بأقصى سرعة لتدمير الهدف. الآن دعونا نلقي نظرة على حدودها. دقة الطائرة بدون طيار مستبدة من نظام الملاحة بالقصور الذاتي، وإذا تم التشويش أو تعطيل أو إعاقة كلاهما يمكن أن يمنع الطائرة بدون طيار من الوصول إلى هدفها. يمكن مواجهة هذه الطائرات بدون طيار من خلال صواريخ جافلين أو حتى صواريخ ستينجر المحمولة على الكتف، لكن عامل التكلفة يلعب دورا مهما، وصواريخ ستينجر وجافلين مكلفة للغاية. وأما الحل فهو استخدام نظام جوباد، وهو مدفع ألماني قادر على الدفع ذاتيا في جميع الأحوال الجوية مع رادار مدمج، ويمكنه مواجهة معظم الطائرات الكاميكازي بدون طيار في وقت واحد. المدى الفعال لهذا النظام وهو 5 كيلومترات.